السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فقال مؤكدا هذا الوعد: إنا
لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أخرج من أرضه هو ومن معه من المهاجرين، فوعده الله بالعودة إليها عزيزا كريما، فقال له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، مرت علينا في الأسابيع الماضية ذكرى نكبة عام 48، ونحن في هذه الأيام نعيش ذكرى نكبة أخرى سماها العرب بالنكسة، وهي ذكرى ضياع ما تبقى من أرضنا المقدسة. أيها المؤمنون، يوما بعد يوم نزداد يقينا أن الفئة المؤمنة الصابرة المحتسبة على قلة عددها وعتادها هي الغالبة والمنصورة، ولهذا تطلب مقولة ما يسمى بالتوازن الاستراتيجي التي أدخلنا بها العرب منذ عقود، لأننا لا ننصر على عدونا بكثرة عدد أو عتاد، وإنما ننتصر بقدر ما لدينا من إيمان وتمسك بأحكام ديننا. وهذا مصداق لوعده تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها المؤمنون، برباطكم بثباتكم انتصر الأقصى وانتصرت القدس وانتصرت قضيتنا الفلسطينية، فقد أعاد الله لقضيتنا ولأقصانا هيبتهم ومكانتهم. فقضية فلسطين لم تكن يوما قضية الشعب الفلسطيني وحده، بل هي قضية كل عربي ومسلم، وكذلك قضية القدس والأقصى هي قضية المسلمين في كافة بقاع الدنيا. وكما يحيي الله العظام وهي رميم، فقد أعاد لقضيتنا الحياة بعد أن خلقتها أيادي السلام المزعوم، وبعد أن طعنها المتضرعون بخناجر تطبيعهم وسفاهتهم. ويأبى الله إلا أن يتم الأمر ولو كره الكافرون. يا مسلمون، يا عباد الله، ومجريات الأحداث التي مرت بها القضية الفلسطينية
أيها المسلمون يا عباد الله، وشعبنا طالب على الوحدة لنصرة قضيته، فكان له يوما مشهودا دالا على هذه الوحدة، بل وزاد الثقة بهذه الوحدة حين وقف العرب والمسلمون في كافة أنحاء الدنيا نصرة للقدس وللأقصى، متمثلين قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي وحدة شعبنا رسالة صارمة غاضبة ومعاتبة إلى القيادات السياسية لشعبنا، فمتى يا ترى تتوحد؟ بل ومتى تنهي انقسامها؟ أيها المؤمنون، ونحن نعيش ذكرى النكبتين، نتذكر حصارين ظالمين، محاصرة ومقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من المسلمين في مكة لمدة 3 سنين من العرب المشركين الذين تعاهدوا على صحيفة المقاطعة الظالمة. وأما الحصار الثاني فهو الحصار المفروض على أهلنا، أما حصار قريش للمسلمين في مكة المكرمة فقد أذن الله تعالى بإنهائه بطريقتين: الأولى أنه سبحانه جعل الأرض وهي دودة الأرض تأكل صحيفة المقاطعة إلا اسم الجلالة، تنبيها للكفار والمشركين أن الله قادر على كل شيء، وأن الله مع عباده المؤمنين ينصرهم بأضعف خلقه. والطريقة الثانية أن مجموعة من العرب المشركين أخذتهم الحمية لأبناء جلدتهم وأقاربهم، فاتفقوا على إنهاء الحصار وتنظيم الصحيفة الجائرة، وكان لهم ما بينوا وأرادوا. وأما الحصار المفروض على أهلنا فقد حان الوقت لإنهائه، بل يجب أن ينتهي، لأنه ظلم وعدوان على الإنسان في أبسط حقوقه المعاشية والآدمية. يا مسلمون، لقد ازداد إيماننا ونحن نعيش حال قرباط الحقيقي أن الله مع المسلمين إذا نصروا دينه، ومع المؤمنين إذا اتبعوا أحكام شريعته فتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما النجاة. وعودوا إلى دينكم فهو طوق نجاتكم في الدنيا والآخرة. جاء في الحديث الشريف الصحيح: إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. فيا عباد الله، توبوا إلى الله واستغفروه، فإنه سبحانه غفور تواب رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، للنصر والتمكين شروط يجب على المسلمين أن يستوفوها، فلا يكفي أن نكون مرابطين حتى نتصف بصفة التقوى. ألا ترون أن الله سبحانه جعل العاقبة الخيرة من النصر والتمكين وغيره لمن آمن واتقى؟ فقال سبحانه: والعاقبة للمتقين، فاستعينوا بربكم وأحسنوا واتقوا وصابروا الكافرين وتميزوا عن المنافقين وكونوا
المتوكلين، ففزوا بأسباب النصر وتلبسوا بها حتى يحل النصر في دياركم وحتى تكونوا من أهله. إياكم إياكم من معوقات النصر، سارعوا إلى نبذها. فالولاء للمخذلين، والولاء للمنافقين، والولاء للمطبعين، والحمية العشائرية التي توظفونها في الباطل وفي الاقتتال الداخلي والتنمر على بعضكم البعض، وما نراه من فرقة وانقسام عند القوى السياسية الفلسطينية، كل ذلك من معوقات النصر. فأخرجوها من واقعكم واطردوها من صفوفكم. يا مؤمنون، يا مسلمون، يا مرابطون، يا أهل المقدس، احفظوا للنصر حكمته ومكانته وقداسته. لا تطروا سفهاءكم وأعداءكم به، فليس الأصفر من أهم حقوق المسلمين، فليس يرضى عفو من نفسه أن يقتل الأصفر من قبله، بل فأعشق الله كيف يكون هذا السفيه من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. أيها المؤمنون، يا عباد الله، وإن من أولوياتنا في بيت المقدس أن نلتف حول علمائنا مقتدين بهم ما داموا ربانيين. وأنتم تعلمون أن الذين يقودون الأمة هم حكامها وعلماؤها، ونحن اليوم فقدنا الثقة بالحكام لتفريطهم ولخذلانهم لنا، ونحن معلن من الآن كفرنا بهم. ولم يبقى لنا إلا عالما مؤمنا صالحا عاملا نرجوه، فهذا نسير معه ونأخذ منه ما قال الحق وعمل به، ونسير وراءه لأنه هو الذي تبقى لنا من قيادة في هذا الزمان حتى ينصرنا الله بنصره التام، ويعود الإسلام حاكما ومشرعا يأخذ الناس إلى الأمن والعدل والسلام. أيها المؤمنون، يا عباد الله، وشعبنا يتطلع إلى أن يحيا في المرحلة القادمة حياة النصر الشامل. وقد قال الله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، ونحن في بيت المقدس وأكنافه، لظننا بالله أنه سينصرنا، وظننا بالله أنه سيرفع عنا ما نحن فيه من ابتلاء. وعليه نقول: لقد عاش أجدادنا زمن العزيمة، وعاش آباؤنا، ونحن نعيش الآن. وقد فتح الله لنا من النصر طاقة صغيرة وقطيع الأمل، فمتى يأتي اليوم الذي نعيش فيه حياة العزة والنصر والفخار؟ أجل يا مسلمون، سنظل على موعود الله لنا بالنصر نكابده ونراقبه. فقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم بنا فقال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فيا أيها الصابرون المحتسبون، وحتى يأتي ذلك اليوم وهو إن شاء الله قريب، فعلينا أن نبقي عيوننا على القدس وعلى الأقصى، وأن نبقي قلوبنا فيهما. الله للأقصى لكل رامي، وهو المصير وخافت الأرباب. اللهم ارحم شهداءنا واشف ارحامنا وحرر أقصانا وأسرانا. اللهم فات ساعة المحاصرين، وبارك لنا في رباطنا إلى يوم الدين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ويرفع رايتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاهلينا وللمسلمين وللمسلمات.